سنين مصدقين انه سمير غانم هو عازب السينما. سنين طويلة. بعدين فاجئتنا ان انت كنت متزوج من صومالية. ايه الحكاية سنة. دي ايه القصة دي؟ سنة عادي. سنة واحدة؟ سنة واحدة. سنة واحدة. بنت كويسة او بنت ناس بتاع، بس ما كانش في نصيب يعني، تعرف بيحصل جواز بس ايه ده. كان في اي مرحله فنيه من حياتك؟ كنت في الاوائل لسه. في الاوائل جدا. في قبل ثلاثي اضواء المسرح ولا وقت؟ لا، الثلاثي موجود، كان في اوائل الثلاثي. يعني كنا بنشتغل مثلا، نروح حفلات احنا الثلاثه وبتاع، فالبنوته قاعده في الحفله بقى، انت عارفه ايه، بتحب واحد تمشي وراه في الحفلات يعني، بنعمل نمر هنا الاقيها، وسمر كده واموره او بس. وكانت والدتي الله يرحمها تحبها جدا يعني، واخد بالك؟ فالبنت كويسه قوي دلوقتي، هي ما شاء الله عيالها اتجوزوا يعني. ليه خبيت وقتها؟ انا ما خبيتش يا حبيبي، ما اقدرش اخبي، لان كان في البيت وبس، عشان المده كانت سنه. مده قصيره وفي بدايه مشوار فني. بدايه مشوار فني، فراحت على طول. الموضوع ما انتشرش كفايه. لا 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 لا. سمعتك بتقول انك شخص مسالم، عمرك ما ضربت حد، بتضرب بس. الحمد لله. قلت كده. لا يعني مش بنضرب، هو يعني الضرب رياضة يعني، إنما ما بزعلش أي حد اللي ممكن يضربني حقيقي. بس ما بتضربش حد. ما وليه أضرب حد يعني؟ ببقى لسه الحياة ما حطيتكش في موقف حطيتني تحتاج فيه إنك تضرب في حد. موقف أحتاج، إنما إيه، بفكر سريعا يعني إيه اللي ممكن يحصل بعد كده يعني، واخد بالك؟ فمسالم جدا في الحتة دي يعني. وانت عارفة يعني في مواقف، وانت سائق العربية تحصل لك مواقف ممكن تفتح الباب. طبعا. يعني بالهبل يعني، بس أشيل وارمي من الناحية الثانية، الحياة مش مستحملة. طب ليه اشتريت سلاح طبنجة؟ تتحكي ليه رخصت طبعا؟ رخصت دي بقى من زمان قوي. زمان قعدت ما استعملتهاش في حياتي غير مره واحده. خدت لي بالك؟ وبعدين حاجه صغننه كده يعني، تحط في الشراب وبتاع. فواحد بيقول لي ايه دي 30 40 متر، قلت له وانا هحارب يعني، وانا هستنى يعني دي يعني اضطر. الحمد لله ما بتضطرش ظروف ان الواحد يمسكها خالص يعني. يعني مره واحده اللي ضربت بيها وتجرب في الحمام كنت في الدقي في شارع المساحه ده في العزوبيه. ضربت في الحمام، الصوت الطلقه فظيع. ما خفتش؟ مش خفتش، انا خفت السكوت، وبعد السكته سمعت صوت كلب في الشارع. حرام. لا ما جاتش في الكلب، لا انا الخض الكلب فراح مديني الرياكشن يعني هو ده اللي انت شطبت لا يا سم.